بتتعمل بره تذكرنا عمليات استشهاديه تتعمل في قلب تل ابيب فيموت 3-4. اه بالظبط بالظبط يعني عشان كده معانا من غزه الاستاذ اسامه عمر من رابطه مشجعي الاهلي في غزه. استاذ اسامه مساء الخير. الو مساء النور. اهلا بيك يا استاذ اسامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وتحياتي لضيوفك الكرام. اهلا بيك. طبعا يقول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. نعزي انفسنا استاذ ابراهيم واهل الشهداء بهذا المصاب الجلل. دعينا الله عز وجل ان تكون اخر الاحزان. طبعا لا زلت اذكر ذلك المساء انه يوم اسود في تاريخ كرة القدم. تعجز الكلمات استاذ ابراهيم عن التعبير عن رجال بزغوا في السماء كالقمر الذي سطع نوره في كل مكان. اقول للشهداء: اليكم ايها الغائبون الحاضرون تحية والف سلام من فلسطين الى قلعة الشهداء. يا من رفعتم رؤوسنا عاليا في زمن الانحناء. يا شهيدنا كيف ارتقيت إلى السماء؟ هل رأيت الغندور وسيد وأحمد وأنس؟ كيف اللقاء؟ عذرا أيها الشهيد فلا نامت أعين الجبناء. بقلوب من هو الحزن الأستاذ إبراهيم والأسى تتقدم رابطة محبي وعشاق النادي الأهلي المصري بفلسطين كوادر وأعضاء بخالص التعازي الحارة مواساتنا العميقة للشعب المصري، مصر التاريخ والجغرافيا ولأسر الشهداء، ونشاطر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري للأحزان بهذا المصاب الأليم، ونعزي زملائنا جماهير النادي الأهلي والألترس الأهلاوي. ووفاء منا أستاذ إبراهيم فقد قامت الرابطة بفتح بيت عزاء في مدينة غزة لتقبل التعازي بهذا المصاب الأليم بسقوط شهداء ومصابين في مباراة كرة القدم. أناس ذهبوا إلى المدرجات ليستمتعوا بكرة قدم وليهتفوا بصوت واضح وعالي: يوم ما أبطل أشجع أو أكون ميت أكيد. إنه يا لحظات الحزن والأسى أستاذ إبراهيم. نحن في هذا المصاب الأليم عزاؤنا الوحيد أننا نجد أنفسنا أمام مجلس إدارة قوي لن يفرط يوما في حقوق أبنائي، ونحن ونؤكد دعمنا لكافة المطالبات والقرارات التي صدرت عن هذا المجلس بسرعة التوصل إلى الجناه وحفظ حقوق الشهداء والمصابين والشهداء. وأقول بلسان الشهداء أستاذ إبراهيم: اتركوا لنا حائطا أيضا لنبقى أسماء لنحرس أساكم بين ماء. وإن هم يا في أوكان وترزق الحيتان في بحارها وجاعل الشمس تسير في مدارها، ترحم وتغفر لشهدائنا عدد حبات المطر، عدد تساقط أوراق الشجر. اللهم ألهم أهلهم الصبر والسكينة والسلوان. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم آمين اللهم آمين. حفظ الله مصر وجعلنا إن شاء الله أن تكون الأيام القادمة أيام أفضل. اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر من كل مكروه. شكرا شكرا الأستاذ أسامة عمر من رابطة ومحبي مشجع الأهلي في غزة، شكرا ليك. دكتور طارق، يمكن الأستاذ أسامة أفاض في شرح الأبعاد السياسية للجريمة ومدى علاقتها على الأقل إلى حين صدور التحقيقات بكل ما يتردد من تفسيرات
عن أنها مؤامرة على الأقل أيضا في ظل الظروف الحالية، وإذا ما كان هناك خيط نوعي رابط بين محمد محمود وبين ماسبيرو وبين كنيسة القديسين وبين كل الحرائق التي شهدتها مصر انتهاء إلى بورسعيد. لكن على النحو الرياضي مش مستغرب أن احنا حتى الآن لم نسمع عن عقوبة رياضية حقيقية بشأن هذه المباراة. يعني الناس كلها بتتحدث، انت في بره